هل لديك حمل غير مرغوب فيه في أقل من 9 أسابيع؟ للحصول على الإجهاض الدوائي بالميفيبروستون وميزوبروستول يرجى القيام بالتشاور عبر الإنترنت عبر womenonweb.org. منظمة Women on Web هي خدمة للإحالة الطبية عبر الإنترنت للإجهاض الدوائي التي سوف تنقل التشاور لطبيب مرخص، وحزمة حبوب الإجهاض سترسل لك عن طريق البريد. الإجهاض الدوائي يعمل في 99% من الحالات. عندما تتلقين حبوب الإجهاض اتبع الخطوات التالية: ابلعي قرص ميفيبروستون، بعد 24 ساعة ضعي 4 حبات من ميزوبروستول تحت لسانك واتركي الأقراص هناك لمدة 30 دقيقة على الأقل. يمكنك ابتلاع اللعاب، ولكن تجنبي الأكل أو الشرب حين وجود الأقراص حتى يتم الذوبان. بعد 30 دقيقة يمكنك بسق ما تبقى من الأقراص. عادة يبدأ النزيف بعد 4 إلى 6 ساعات بعد الجرعة الأولى من الميزوبروستول، ولكنها يمكن أن تبدأ في وقت أقل بعد ساعة، وفي بعض الأحيان لا تبدأ إلا بعد 12 إلى 24 ساعة. قد تواجهين الألم والتشنج والنزيف الذي هو أثقل من الحيض مع جلطات الدم. يمكن للمرأة أيضا الشعور بالغثيان والتقيؤ والإسهال والقشعريرة. بعد 3 أسابيع يرجى إجراء اختبار الحمل للتأكد من أن الحمل قد انتهى. إذا كان لديك أي من العلامات التالية من مضاعفات، يجب أن تذهبي فورا إلى الطبيب. النزيف الشديد، نزيف الذي يمكن أن يملأ أكثر من 2 منصات ماكسي العادية في ساعة لمدة 2 ساعة أو أكثر. حمى 39 درجة أو 38 درجة لأكثر من 24 ساعة. ألم قوي أو مستمر الذي يتلاشى في غضون بضعة أيام بعد الإجهاض، وحتى إذا كنت تأخذين مسكنات الألم. إذا ذهبت إلى المستشفى يمكن أن تقولي للأطباء أنك تعتقدين أنه لديك إسقاط طبيعي، طالما أن الأعراض والعلاج هي نفسها من أجل الإجهاض أو الإسقاط.